كان غير رحت معاهم. مش حندير انا زعما بليزيك زعما محسوب زعما كشغل حنجيب لاني واش صاحبي واش كاين؟ راني بعيد. احكي لي. راني شوفي بنتي راهي بين يدي. أنا في الجامعة، أنا داخلة لونفي. علاش ما جيتيش معنا؟ هذا واش كنت نخمم، ندمت ولا؟ أسمع، تهلا في روحكم بزاف، طريق سلامة. أي أوكي أوكي خلاص. خلاص ما تطولوش منكم صح هيا باي صح ريم كنت حابه تجي معنا واش مسانا تقرا ها واش مسانا تقرا باللي عرفتها فيها تقرا عليه واش مسانا تقرا وين عرفتها صيتها قدام الجامعة صيتها شحال عندها وهي راهي معاكم عندها واحد العامين عندك صح هذا الدوسري طلبتيه جبته لهم من السيد صح ميرسي انا نروح زيدي شويه اختار اخرى ان شاء الله انا متاخره لازم نروح نسجلها معليش قاعد هكذا المهم سلمي لي على يماك وسلمي لي على حبيبي بزاف انت ثاني تهلاي في روحك كاش نهار روح تغدي معنا ان شاء الله اي حقا بابا تامن رجع طب رجع ايه رجع وزيد طلب من أمينة العنوان تاعنا الفوتو تاعك بابا الحمد لله يا ربي اليوم بابك وغدوة يمك هكذا تسلم العائلة وتروح الآلم وتبقى أمل ماكش جالسنا فيها ليلي تشوفي باباك تشوفي يعني اش فاش عليه خديجة ايه واش كاين؟ رجع باباها شكون اللي قال لكم؟ راح عند ماما زبيدة وعطاها الولاد راهي تاعنا هذا خبر يفرح شتي يا بنتي؟ بنادم عمرو ما يقطع الياس بابا مالك غدوا يجوا؟ مرحبا به شوفي كوزين انا هو الشاف اليوم بابا استني نعاونك قريب ساعة وانا نستنى فيه خلاص هيك الدار يعرفها انا نروح وكي يجي يطلع للدار يدبر راسه
تنسيش تسالو. ما تطولوش قبل صلاحنا برا. تقلقتوه؟ طريق طويله وبعيد الحال. هذا جديد معاكم. بون روح نربطو هنايا السلعه راهي واجده. ما قعدش بزاف وتوجد. فوتو ترتاحوا وغدوه نكملوا الحكايه. شياب وصلهم يرتاحوا. صبر الله هذا فوتو. هذه كاع ما صارتش. جاف نايبات وعندنا خطوه اخرى. خذوا راحتكم. بون نروح نخطو. نتلاقاو الصباح. صالح تبعهم. نصر رايب اللي بزاف معنا أولا طلعوا له شوية في الدار. نصروا ما يسكم يفك ما يعرف حتى قاعد كي الفار اللي يتنصر ما يعرف لا بابا لا جد. ما منيش نصروا مني هذاك اللي جابوه جديد جيب الفهم انت الماريكا هو دايرك. داكوغ اوكي ما نطولش ونجي. هاي صح. واش هذا ثلاث ايام والسلعه مازال ما دخلتش؟ والدراهم عطيتهم له؟ لا لا جامي. من لا ما هنا ولا شو مي فري هاديش اليوم نديماري. شوف نصر ما تقلقش بزاف والزعاف غير خليها على جهه. مانيش مقلق مانيش مقلق. نعرفك 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 مليح. خسارة عليك. زيدوا استناو شويه. ماليه 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 ثلاث ايام حتى شي. زيدوا استناو شويه. هيا تهلاو تهلاو في روحكم. صح الولد اللي راح معك هذاك الامريكاني هذاك صافا ما كانش مشكور معاه. هو يسمع فيك؟ ناكل. ما عليك ما عليك. هيا تهلا في الواحد. حبيت نشري روبا لبنتي. شنو؟ سمعت مليح. نشري روبا. صاب بنتك من تعرفها قصيرة طويلة سمينة ما فهمتش. لازم نشري لها حاجة بتوت فاسون. لازم نشري لها حاجة. هاي نروح. هاي هاي يا أخوي. حمدان ما تروحش تشيل خبز. دق روح وما تنساش تجيب لي معاك ربيطة مع الموس. هذا ما يخص. هذا ما كان كاين كل خير. الله يبارك.
حمدان، عندك 3 أيام ما خرجتش من الدار. واش بك غير الخير مرف كل يوم تروح تصيد؟ وقيلا حبيتي تحاوزيني اليوم؟ بعيد الشر إلا أنا نحاوزك. أنت كلش في هذا الدار. أنت بلا بك كل شيء يصمت. باردة الدار فارغة. زعما صح؟ معلوم مني صح. أنا نحبك كي تخرج. نحيا على ضيقة خاطرك تشوف صحابك. أنا لا راني قاعد في هذا الدار لا خطر راني نخمم على بابات الطفلة. لو كان يجي وما يسيبنيش. عنده 4 أيام اللي ندورو لادريسة ولدرك ما بانش خبر. ربما ما يعرفش من جات دارنا. بعد بلا دريسة ما يعرفش الدار. المهم كيما البابا. عندك الحق. حمدان راني نشوف فيك هذه النهارات ما راكش مليح، راك تخمم، راك سرحان، واش بك غير الخير؟ كاش ما راك مخبي عليا؟ يا فطوم كاش نهار خبيت عليك حاجة؟ أنا بقيت محير ومخمم. لو كان تخيلي لو كان بابة الطفلة جا وصابها حسي شوي سيدي هاد الشهر. ها؟ كيفاش تكون حالتك؟ عندك الحق. بصح الحمد لله ربي انت بحثك صبا. هاك شفت خير كبير درتو. الحمد لله. اسمعوا انتوما. ايه نهضر معاكم. اكي معنا. انتوما الزوج ارواحوا. ارواحي صبرين. وش كاين؟ هذي عفار باينه بلي واش علاش جابوكم؟ عفار سريقه ولا قتيله ولا مخدرات؟ مناش تحت الصوالح. ولي ماشي تاع هذا الصوالح واش يجي يدير هنا؟ حنا خاطينا وما درنا والو. خاطيك وما درتي والو. اللي خاطيه ما يجيش لهنا. وشحال من وحده قالت هكذايا خاطينا وما درنا والو. درتو والو واه. حنا ما درنا والو هما اللي كلش حصلوا فينا. سمعي يديك ما زيديش ترفديهم عليا. نحي لك صباع بصبع وكل ولا في فمك فهمتي؟ بالك يا ايا واش كاين هضري معايا انا. على واش جابوكم؟ حبيت نعرف على واش جابوكم. قلنا لك ما درنا والو. ما درت والو. ما درنا والو. على واش جابوكم؟ حبيت نعرف كي ضربوكم وما درتو والو. احكي لي. قتلات وهربت. هذه وحنا طباصينا ماشي هي. لطيف. وحده. وشحال حكموا لكم؟ انا 20 سنه وهي 10 سنين. ها لطيف. سمعي انت تذبح ولا تسلخ؟ دمعي دمعي. دربك بكي البروكيرور. جيستومون حنا هضرنا مع البروكيرور وانت دوكا واش راكي تحوسي تفهمي؟ البروكيرور هضرتي معاه وانا واش راني نحوس لك؟ ايه واش دخلك؟ حبيت نعرف على واش جابوكم وديجا. اسمعي ما تبدايش تهبلي فيا وتعيي فيا. هي بديتي بالهبدة. بديت نحي لي في قشك. اش راني نسمع؟ راكي تبكي يا. هكذا نقدروا نتفاهموا. هكذا نقدروا نتفاهموا. جابوكم هي بحد ذخرى قتلات مليح. المهم انا هي الصح هنايا. انا نعبك وش يعيطوا لي. بون انا وسمني شهر وهنا يعيطوا لي ماريو لا تشيتشي. راكم تسمعوا؟ وانتي واسمك؟ واسمني راضية وهي واسمها صبرين. الله يرضى علينا وعليكم ان شاء الله. قولي امين. الله يصبركم ان شاء الله.
الله يعطيكم الصبر. المهم رغم عندي هنايا هكذا ولا هي مولات الشيء وراني هنا بس تزيدي شويه هكذا نحي لي هادو. هيا بداو روحوا لبلايصكم. هيا 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 بداو تمشوا. هيا هيا تزرزقوا. اللي تفهمت مع رحمة الله باش نعطي له مفاتحه غير غدوة إن شاء الله. لازم اليوم نبدأ ونخملو وديجا غدوة ما روحش للستاج ديالي. لا كتب ربي نروحو ألف جر. بابا المسيت اللي سجلتني فيه بعيد على الدار. لا لا بنتي كاينة طريق بيناتهم يا ربي زوج دقايق مشيو. أمينة لادريس تاع مالك خبيتيها في الصاك؟ لا ماما مازالها في الخزانة. ما تنسيهاش بنتي. ماشي قلت لكم الراجل هذا ما عينوش يرجع بنته. جا غير يسقسي بركي لها رجعت هذا ما كان. صح عنده الحق بابا اشك فوا يجي يسقسي عليها ما يزيدش يبان. هي قال لكم كنت مريض. مازلتي تامني بها الحكاية هذه تاع السقيفر؟ وديجا لا ديغنيغ فوا كي جا يهضر معايا ما بانليش كاع مريض. ياك نروحو نشوفو امل قبل ما نرحلو. ما يكفيناش بالك في العطلة في الفاكونس تجي تقعد معنا يا مات. هاي ملا نوضوا تعاونوني على كود اجينا من خملو. يلا يلا قل لي تفهمت مع مول كاميو؟ تعرف جر ان شاء الله. علاش هذا هاربين؟ لازم نروحوا في الجر. لازم حتى واحد يشوفنا كي نروحوا. وزيد ردي بالك تقول لك شو بعدو وين رايح. ما عندي لي ما نقول. حتى بناتك وصيهم ياك ياكلوا حتى واحد. وصيتهم من نهار قررت ترجع للبلاد. روح نكمل شغلي. كملتي؟ قريب نكمل. لازم تركزي مليح تفكريش في حاجة واحدة أخرى. ما خبيش عليك أنا خمم في بابا علاش طول. المهم راه بان يجي اليوم ولا غدوة كيف كيف. عندك الحق. المهم ولا أنا جيسبيغ برك داركم ما تكونش بعيدة على ثانوية. لا يا خديجة ما على بالي دارنا وين جاية. باك ما بقالوش بزاف نطلبوا من باباك خليك عندنا حتى كيكمل الباك تروحي ان شاء الله. ان شاء الله. مازالكم سهرانين ما ترقدوش؟ ومازالنا يما باك راه قرب. مالا راح ندير لكم شويه تيزانه ترفدوا بها رواحكم. تيزانه شوفي تضحكوا. ها يما تيزانه ترقد حتى هو اللي في الطن. يا وقيلا معولين نجيبوا الصباح. خالتي في الطن انا كنت حابه نرقد خديجه هي اللي سهرتني. ما عندك يما هي اللي راح تجوز الباك ولا انا؟ انا حنجوز الباك باش كنا حاسني تيا. شوف سيدي الله يدومها بيناتكم يا بنتي. ان شاء الله ويكسر قلت الحسن بيناتكم. هذا واش نقول؟ ان شاء الله يما. يا بنتي يا امل كيفاش راح ندير كي تروحي عليا انتيا؟
رحت لكم القلقة مرة أخرى كي توجد السلعة باش نجو. المهم السلعة شفتوها الدراهم كسبتهم راهم يحسبوا فيهم كيما قلت لكم يخصكم سنتيم تنقص السلعة. هاد الكلام شوفوا معلوش ماشي معنا le compte est bon. Oui, c'est bon. وقتاش سالو صباح بكري الشوفير راه واجد. سلموا لي علوش. هاي قفتك يا العزيز. اه صحيح. والقصبه ديالك راهي في السقيفه كي العاده. خديجه وامل خرجوا بكري اليوم. يا حسره وقتاش خرجوا يا حسره؟ على بالك اليوم امل عندها باك بلون. ربي يكون في العون. ان شاء الله ان شاء الله. كي يجي باباها عيطي لي. لو كان درت حاجه هذه هي درتها من قبل ماشي خير. وانا على بالي على بالي بلي يبطا. معليش. مشي بسلامه. روح نحي ضغط خاطرك شويه يا وليد الناس روح. يا ربي الله ينجح هذيك الطفيله ما تنفعها غير قرايتها هذا ما كان. مراد شوف كاش بلاصه حبس فيها ربي تبشر. هاو ما نحبس حتى نجيب لادريس تاع بنتي واليوم بربي ان شاء الله نجيبو. غدو صباح مع بعضنا. عاود عيط لوش. الو صح علوش راهو معايا عسنا كنت جوزك وي طفال التليفون هذا ما كان لا باتري فيهم لا انا جاي انا جاي اوكي ماشي مشكل صح مش حب لكن وين ولا هذه حجبت روحك ربع ايام في الدار يا خويا بوج كي قالت لي بلي باباها رجع الله غير طاحت لي الدمع عارف حمدة ما نظنش بلي هذا الجيل يصبر المحاين كيما صبرنا احنا ما فهمتش علاش يقتلوا رواحهم عند بالهم يسيبونا هنا يخسروا دنيتهم واخرتهم واش بيك اين كان حاجة محيرتني كيفاش ما يخبوش على موليهم ربي يهديهم برك ربي يهديهم قول لك لي زاسوسياسيون سيفيل هادو غايبين على الساحه هما اللي لازم يخموا على هذا المشكل هالهضره امينه ماما زيدي هادو معاك وردي باقي تكسره مالح استحضي بها ماما تفكرت امال اليوم ما يجوزوا في الحفله ما نسيتهاش راني كل يوم ندعي لها. الله تخدم مليح وفاء. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. راني كملت الخزانه، مازالت الخزانه تاع البنات. اقعد تريح. لا لازم نكملوا قبل ما يبرد في يدي. يقعد زعما كملنا. هاني قاعد يا سيدي. ماما وين كرات المخرجين؟ شوفي واحد كاين في الصالون واللي بقاو نحطوهم في الساشيات وخلاص. ايه.
قولي لي بنتي عجبك البورتابل؟ يعيشك بابا، عندك صحه. حاضر يعني. ها عينيها رايحين يخرجوا. شحال هي حباتو؟ الله غالب العين قصيره وجد قصيره. يخليك ليا يا بابا. الله يعيشك يا بنتي. زيدوا هادو. اوكي اوكي صح. يا مراد خلاص مراد غدوه نروحوا عندها ونجيب ولاد غيس ويفرح صاحبي خلاص. بزاف جبنا له السلعه يطلق جدنا وهذا يحكمنا حتى ذا الوقت. اليوم ولا غدوه كيف كيف؟ غدوه ما عندها حتى الحشيه. كل عطله فيها خير. عندك الحق كل عطله فيها خير. وهلا تعجبني كي تفهمني يعني سهلة. أنا يضرب بنتي وش يقول عليا كيما رحت لعندها. علاش يكونوا زعما قالوا لها باللي جيت تحوس عليها؟ انت في بالك حاجه كيما هذه ما يقولهاش؟ عن بالك راني مقلق في باطل. وبابا ما جاش لعندي وانا علاش راني مقلقه؟ هي كان مليحه انا الناس دار هادي كاع يحبوني ويعزوني. نوصيك على زوج حوايج صغرك بالك عليه وباباك لازم ترجعي له مهما كان. هذاك دمك اللحم كيفوح يتولهم عليه. سمعتيني؟ ياك قلت لك نعاونك. اش على قرايتي؟ واش اللي بكاك مالا؟ بابا طلقت على شطول وما جاش. هاد الحاجة اللي أثرت فيك؟ نهار قلت لي جا باباك أنا غير نتخايل فيه. قدرك وصوتي فتح حتى حاجه واحده اخرى. عبالي هاد الشيء كامل راه ياثر في قرايتك. شفتو كي قعد شهرين في السبيطار. شوفي هادي سهله يا اخي. عندك نميرو تاع زبيده؟ خلاص غدوه ان شاء الله نروح انا وياك ليها. ما نقدرش انا نحشم انا ونوض. خلاص انا نروح وحدي. سي سيغ بابا كيكون خلى النيميرو تاعو تما ان شاء الله. رقدي دوك. Thank you.
ولد. قلت لك اطلع للدار انت ما حبيتش. حشمت نطلع، زين نستناها شويه. حشمت؟ علاش راح تعيش عندهم انت يا مراد؟ ما فهمتش. بالك بدك توصل. اي صح حبيت نسقسيك، كي تجيب لها دغيا تفتحها تروح عندها اليوم؟ اذا كانت قريبه نروح نشوفها. تشوفها ولا تجيبها؟ لا لا مازال حتى نشري الدار. اي صح. روح فريش غيرتك صاحبي يطلع. أنا خايف نسي بابا. ومن بعد نسيت ليطاج من تسكن. قلت مسخر بيا مراد نسيت ليطاج. خير خالتي؟ صافي خير. نسقسيك معليش؟ سقسي يا بنتي. سوبيدا ماهمش هنا، مصباحا راني ندقدق ما كان حتى واحد. نهار كامل ما بانوش. ما على بالكش وين راحت؟ خالتي صفية. على من هاي تسقسي؟ Thank you.